طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أمر فتح الرحمن رحمة الله فعلا. قبل فترة كان طرحنا فكرة إنشاء حزب سياسي همه التعليم، هدفه الأساسي هو التعليم، والكلام ده قلناه في نقاش على الفيسبوك، وهذا الموضوع متطور ماشي لقدام. حاليا في بوري، خرطوم بحري، في خرطوم، في بوري، في قدام مجلس شؤون الأحزاب السياسية، وجيت عشان أعرف كيفية تسجيل الحزب السياسي. الحزب السياسي مفروض بيحتاج ل 500 نفر، ونظام أساسي، مبلغ 5 مليون، 5000 جنيه سوداني بالجديد يعني. بس أنا جيت عشان إنه اللائحة كيفية تسجيل الحزب السياسي على أساس إنه نمشي الموضوع لقدام ويكون التعليم عنده صوت. كل الناس بتقول إنه والله مشكلة السودان التعليم ومشكلة الدول النامية التعليم، لكن الواضح إنه ما في زول محدد مسؤول، ما في جماعة ضغط محددة، ما في حزب سياسي محدد، موضوعه هو التعليم فقط. فهذا الشيء دايرين نعمله نحن، دايرين نعمل بصورة مبتكرة وصورة مبدعة، دايرين نعمل حزب سياسي هدفه الأساسي هو التعليم، يمثل التعليم في السودان ويحاول يطوره ويمشي له قدام. هنواصل.